السلام عليكم. الله عليكم يحييك السلام، حياكم الله يا شيخنا. وحيانا وحياك وياكم. عندي السامعين سؤال بسيط كده والسماعات. وهيطلع منه سؤال تاني برضه كده بسيط إن شاء الله. لو حضرتك يا شيخنا يعني تنصح الأسرة المسلمة، هل تنصحهم في هذا الزمان يعني إن هم يكونوا كده مكتبة شرعية كده يتعرفوا بها على دينهم وما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، مكتبة بسيطة كده مصغرة، تنصح يا شيخنا؟ أي أسرة يعني؟ الأسر المسلمة الآن يكونوا مكتبة كده بسيطة كده، كتب شرعية يتعرفوا بها على دينهم على الإقرار من ربنا سبحانه والله وتعالى. شيء طيب، بس يعني ما في شيء مشكلة لو في وسعهم واستطاعتهم، بدل النيش يجيب لك، يعني بدل النيش اللي ملوش أي لازمة في البيوت ده. النيش له أي فائدة؟ كوبايات موضوعة مزينة مرصعة بالفضة، حوافها مرصعة بالفضة، ولا يستعمل إلا في السنة مرة وفي العمر مرة، وإن كسرت منه كوب قامت مشكلة بين الزوج والزوجة. أحسن من النيش مكتبة صغيرة فيها كتاب في الفقه، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث. وهذا هو السؤال الثاني يا شيخنا، يعني لو حضرتك هتنصح كتاب بسيط يصلح لكل العقليات والكبير والصغير لا، ما فيش كتاب اسمه إلا كتاب الله، يعني هو اللي يصلح لكل العقليات. شوف لك إن شاء الله. السلام عليكم.